التقى عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي بوفد من منظومة الصناعات الدفاعية برئاسة نائب المدير العام لتطوير المنتجات والخدمات المدنية الجيلي أبو الشامة، واستعرض اللقاء تنفيذ مصفوفة المواجهات السبعة التي قدمها التعايشي خلال زيارته لشركة جياد الصناعية في 11 من أبريل الجاري. أكد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف أهمية الدور الذي تطلع به دار الوثائق القومية في حفظ تاريخ وإرث السودان عبر الحقب التاريخية المختلفة، وجدد حرص واهتمام الحكومة بالدار والعمل على تذليل كافة العقبات وإزالة التحديات التي تواجهها. وقعت وزارة الثروة الحيوانية اتفاقا إطاريا مشتركا مع شركة ألبانوفا السعودية في مجال ترقية وتطوير صادر الماشية واللحوم في السودان، وأبدى الوزير حافظ إبراهيم عبد النبي استعداده لتقديم كافة التسهيلات لإقامة المسالخ وتذليل العقبات لإتاحة الفرصة لكل من بالسعودية والإمارات للاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد. امتدح الخبير الاقتصادي هاشم نورين إعلان شركات سعودية وإماراتية الدخول في استثمارات في مجال استيراد المواد البترولية وتوسعة المواعين التخزينية للوقود وإنشاء محاجر ومسالخ بالسودان. وأكد نورين أن الغرب لا يقدم أي مساعدات غير الوعود والقروض، بينما الشركاء العرب لا ينتظرون شيئا بل يبادرون في الاستثمار لدعم السودان بصورة مباشرة. ضخت شركة أوركا جولد الكندية العاملة في مجال التعدين 330 مليون دولار لتوسعة مشاريعها بالسودان، ووقعت الشركة اتفاقا مع شركة المطارات السودانية لتشييد مهبط طائرات بمربع الشركة في ولاية نهر النيل بتكلفة تصل إلى 7.5 مليون درهم.